السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف أريكم اليوم كيفية عمل الهاك في دريم ليج 2017. كما ترون، أنا قد هكرت لعبة دريم ليج. دقائق طبعا. نعم، هذه هي دريم ليج 2017. ننتظر قليلا تحميل اللعبة. كما ترون، تأتيني هذه تشيكن كلاود ساينس. تقوم بتحميل بروفايل دريم ليج السوكر 2017. انظروا تيم مانجمنت، رونالدو 100، كلهم 100 و 9. انا اتتني 100 مليون ذهب، ولكن كيفية عمل الهاك في دريم ليج. ندخل الى زار شيفر، داونلود، دقيقة، تويت اندرويد داتا كونفرنس ستارت جيم كاش. اهلا، انزل ملك هذا فايلز دقيقة واحدة، سوف ابحث عن هذا. هو هذا هو الملف الذي يجب تحميله. سوف أضع لكم رابط التحميل أسفل الفيديو. بعد، انظر الآن، سوف نقوم بنقل الملف ونذهب إلى الداتا، نذهب إلى فايلز، ثم نقوم بمحو هذا هنا، ثم يوجد هذا، لن تمحيه. حسنا، وهكذا تكون قد أنهيت المهمة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة.